يا هلا، كيف الحال جماعة؟ صباحكم بخير. اليوم يا جماعة صراحة محتار شو أصور لكم، يعني الأسلحة كثير، التحديث فيه كثير أشياء، بس على العموم يعني بما إنه في باتل باس، ما إحنا فتحنا مبارح ليفل 21 في باتل باس، حصلنا شوية سكنات من ضمنها سلاح الكيلو أو سكن لسلاح الكيلو، واليوم راح نجربه مع بعض، وكمان سكن ثاني لسلاح أو سنايبر الأركتيك، أوكي؟ وسكننا أحلى من بعض الصراحة، فاليوم راح نجربهم مع بعض في جيم في الرانك، وأعطونا رأيكم في السلاحين في التعليقات، بس كده بجرب بالوصف شيك عليه، احكوا لي شو حابين تشوفوا فيديوهات هذا الموسم، لأنه بصراحة يعني مش كثير بلعب، فما عندي فكرة عن المحتوى اللي ممكن ننزله حالياً، إيش فيه؟ أنا بشحذ محتوى حالياً. اوكي ما علينا، خلينا ندخل جيم رانك ونشوف ايش ممكن نعمل بالسنايبر. صحيح نسيت احكي لكم، هي التركيبات المصورة القاتل القصير، مصدر كتف ودبليو سي، المخزن الام اي بي راذعه، وخفه اليد شريط مقبض مرقط، هي عشان تخلي الحركه او السكوب سريع، ولكن شايفين الاحصائيات ما بعرف عنها، فالله يستر. خلونا ايش نبدا في الجيم. اوكي دخلنا جيم حتى بدون ما اصوت ولا اعمل اي شيء، ما بعرف ايش اللي صار، بس انه دخلنا وغالبا نص الجيم بلش. صراحه ناوي العب هذا الجيم برفق، ممكن هيك تلقي نظرة. شوف السكوب وين بطلع. يا جماعة يا جماعة سكوب بطيء. أحا لا أحا أحا، كيف تلعب فيه هذا؟ والله صعب 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 ينلعب فيه والله. جماعة شكلها كسر الفكرة نفسها من الفيديو كامل. ايش في؟ يا اخي حرام عليك، انا مالي ما بعرف، الساعة غريب بطيء كثير يا ابن الذين. لا بدل بدل بدل، فضيحة فضيحة، جايب 3 كل فيه. جايب يعني خلال ثانيتين جبت كلات اكثر من اللي في الراد الاول. اوكي ممتاز. الصراحة ما بعرف اذا الكيلو اخذ نير بوف، الصراحة مش عارف بالمرة، بس يبدو انه جيد. وات؟ اوكي ما بعرف كيف شلته، بس انه شلته يعني. هو المفروض انه اخذ الكيلو بوف ولا نير، والله مش عارف انا. انا شايفه اقوى من اول الصراحة. يا حرام يا حرام، يلا يا ابن الذين. يما طيب يا جماعة، مبدئيا سلاح الكيلو كويس، وهي التركيبات تبعته، كاتب موحد نو ستوك ليزر تكتيكي مخزن الف وشريط المقبض المحبب. بصراحة هاي التركيبات كويسة يعني، والسلاح قوي يعني مش سيء، بس بالنسبة للسنايبر فخلينا نشيل المخزن هذا اللي بخليه سلاح ثقيل، يعني شايفين هذا المخزن نشيله، ندعي مع بعض انه صار احسن، وخلينا نحط له قوة بدنية لانه الريكول فيه مش طبيعي كثير عالي، وخلونا نبدا نشوف. اوكي دخلنا جيم على السريع ما بين اخيس من بعض وماشي. ايش هاي البوتات؟ يا اخي ايش هاي البوتات؟ بالله عليكم ايش هاي البوتات؟ الموضوع غريب هاي البوتات والله. طب ليه؟ ليش كان السلاح قبل شوي معفن؟ يعني ما بعرف السلاح صار اسرع، وتحسه حتى لو ضد لاعبين راح يكون مقبول يعني مش سيء لهالدرجة. طب والله نتبادي يعني في ال حتى 36 تاعنا بنت مش ظابطة، ابوتين يعني، يعني المفروض اي رصاصة تجي فيهم تقتلهم. احا احا يا اخي
يا خاحة رجعنا على الجيم العادي، لسه اللاعبين العاديين أهون. مش راح أحكي ولا إشي خلاص. هرب أنا ساكت. يا بني آدم يا بني آدم اشتغل. صراحة حتى لو ضد بوتات بس يعني الفكرة ان المخزن هذا احسن بكثير من هذي. اخ ايش هذا؟ ايش هذا السلاح؟ ايش هذا؟ وليش هيك ضعيف؟ ايش هذا السكور ستريك المعفنة؟ سكور ستريك زبالة، يعني اعطاني سلاح بس لا اكثر ولا اقل. شوف هم ايش هالبوت اللي بيشقك؟ اجمع البوكيمون. لا البوت الا البوت. اوه الا البوت. اوه ماي جاد. تاريخ البوتات. ليتس جو. نطلع. اوبس. والله بالرغم انه بوتات واقوياء يعني الا انه الوضع ماشي حال. نحا البوت بما عليه حركات. شايفين قديش انه السلاح زباله؟ هذا السكور ستريك معفن. عباره عن رشاش بس. يا اخي حتى بخلص بسرعه يعني ما فيش منه اي فائده. انشاب. انشاب بدون صوت. ايه. لا والله يا اخي يعني لا لا اللي بتعمل البوتات شيء غريب مش منطقي. احيه يا اخي هموت. انا بقول اعتزل ال 360 اللي بعملها لانها ولا حتى 60 لحال. اوكي يا جماعه زي ما شفتوا هاي كانت تجربه سلاحين الاركتيك وسلاح الكيلو 141. وصراحه هذول الاسلحه كان في البتل باس. باقي عندنا شويه اسلحه يعني زي مثلا عندنا في هنا سلاح الام 16 في البتل باس وفي كمان سلاح ثاني التشورتي سلاح الشورتي. تمام هذول الاسلحين نبقى نجربهم ان شاء الله في فيديو جاي ممكن ما بعرف وبس هيك يعني. وفي عندنا كمان ال هذا السلاح اللي هو الاكس 9. نايس. خلينا نوصل بال 50 عشان نجرب كل هاي الاسلحه مع بعض وبس كذا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي وزي ما حكيت لكم اكتبوا لي في التعليقات شو حابين تشوفوا مقاطع جاي افكار جديده او يعني مقاطع حابين تشوفوها في التعليقات. في التعليقات طبعا ولا تنسوا تشيكوا على جرفيرست رابط في الوصف بتحصلوا خصم كمان واللقاء.